السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بالماضي، يبدأ في تحضير بديل ليوسف بليلي في نقولوا مرشح الاول. ما كاش لعاب جديد ولا حاجه، احنا كي نقولوا بلي بالماضي وبعد لعاب ولا بعد لعاب، يعني بعد الجديد ضخم ماشي انتظاري، بعد بتعود بعد يعاود يولي في مارس ولا في جوان، يعاود يولي كيما راهي قارع الفيغولي، يعاود يولي ثاني. يعني المنصب تاع فيغولي مخليه كل شغلنا خاسرين منصب، كنت بقاو تشوفوا كي رانا نلعبوا كل شغل خاسرين منصب، بقارع الفيغولي عاود يولي. يعني ما كاش حاجه كيما ضرب كيقول لك بلي بالماضي غادي يطرد بليلي، لا ما يطردوا ما والو. دعوة انكشفت برك، هذا ما كان كو مازلنا كورانا راهي، كو مازلنا مازال كوب دي موندو والنتائج الديكتاتورية اللي كانت اللي دخلتنا في حيط، عيطلو نورمال علاه ما عيطلوش؟ كان بلا نادي نوفمبر وديسمبر عيطلو في جونفي لعب كوب دافريك، خرجنا نقطة البائر، خرجنا بعرة واحدة، أضعف هجوم وأضعف شو آخر هجوم كلاسينا ديرني وكلاسينا الديفا فانيك ديرني، ما كاش مشكل في الدور الاول. لا راني نهضر الدور الاول، خاطر تروح انا نهضر الدور الاول كلاسينا ديرني من عن طريق في الهجوم وفي الدفاع ديرني، يعني أسوأ مشاركه في تاريخ كره القدم الجزائريه، باش يكون على بالكم أسوأ مشاركه. هدف واحد تلقينا اربع اهداف. سيراليون احترمونا، سيراليون كثر خير احترمونا، بصح انا كي بدا نشوف يقول لك باللي جاب بالماضي يحضر في بديل للبلايلي، انا ما غاديش نقارعوا البديل، غادي حد غادي يعاود يجيب يا ياسين ابراهيمي يا الاخر كسموه بالرحمه، والناس يتبازي على بالرحمه، ما زلنا نجيبوا لي روبلاسو. انا مع بالرحمه، انا مع بالرحمه، ما نكذبش عليكم انا مع بالرحمه، بصح لازم يا جماعه لازم نجيبو الصح يا جماعه، او لازم اللاعب اللي يكون يلعب نجيبوها. هذا راه منتخب وطني جزائري، هذا ما راهش نادي، هذا ماشي نادي، لازم نقلعو نادي ونقلعو منتخب. هذا المدرب لازم يفركت بين النادي وبين المنتخب، هذا راه منتخب سي محمد، لازم تجيب لي يكون حاضر حاضر ناظر يلعب تيتيلر، لازم هذه هي. انت درت غلطه كي واحد جبت بلايلي، هذا الخطره انت درت غلطك وقلت له شوف، قلت له راه مطردينك، روح زيد نيغوسي، قعد دبر راسك، قعد ما نعيطلكش، قعد نورمالمون ما تعيطلاش. وكان على بالك خاطش على انا خلعتني مي قلت بلي ودي ما كاش على بالي، كي ما كاش على بالك ها ولد عمي، هان على الشيطان، هان على الشيطان، هان على الشيطان. وكيما دومين في النافوت قلت بلي راه مطردينا مكملين معاه، هذه هي ماشي قضية تاع زعمك نكرهو بلايلي ولا لا، اخبار نورمال مكملين معاك، عندنا اخبار بلي مكملين معاه نافوت، والناس خرجت تكذب فينا. راني عاقل واحد كومونتا اللي قال لي غادي نشوفو، قال لي نشوفو، قلت لكم يا ودي غادي، قال لي غادي نشوفو، هنا نكذبك يا ودي، اكذب روحك، اكذب روحك ولا يطيح. شوبير يقول لك كلمة وقارع لها، قارع لها ما تعصيش وين تدخل، ما تعصيش وين تتكلم، هذه هي. وين سيكون سعيد بالرحمه اللاعب نادي ويست هام يونايتد الانجليزي مرشح بقوه للعوده الى صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال تربص شهر نوفمبر القادم. بصح احنا على بالك ويقول لك لعاب جديد، والله العظيم ما تبقاش تقولوا لعاب جديد، ما تقولوش لعاب جديد، لعاب جديد انا مش ما نأمنش بهذه تاع لعاب جديد. لاعب جديد لازم يكون جديد اول مره ويكون يلعب، مش يقول لك ما نحطوش تحت الضغط، ايا مريزق غادي يعاود يولي ليكيب ناسيونال، انتوما قولوها مريزق يعاود يولي ليكيب ناسيونال، هيا هضروا معنا، غادي نهضروا معاكم، مريزق غادي يعاود يولي ليكيب ناسيونال ما غاديش يعاود يولي، شعال يعاود يولي ما غاديش يعاود يولي، الزدادقه الى كاش تبليسه عطال
الزنقة ما يوليش، بلال إبراهيمي ما يوليش، عارف نهار الأول شجب تالية تالية هذه شجب، جاب بلال إبراهيمي، جاب بلال إبراهيمي، لكن يعني بلال إبراهيمي ما غاديش يعيط له، غادي يعيط للبرحمة ولا ياسين إبراهيمي. إذا لعبنا مع منتخب مليح صوليت شوية غادي يعيط الساعة، غادي يعيط لياسين إبراهيمي يحوس هو يربح، هو بالماضي كيما يحوس يربح برك، يعني يربحوا المهم يربحوا، بصح كي نتلاقاو مع منتخب يطبق المنهج التكتيكي، تلاقى مع مدربين يكونوا صايك مكملين خدمتهم، يكونوا مسوديين المجموعة تاعهم، ده داي 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 اطلق روح. وتأتي هذه الخطوة في حضور محتمل لسعيد بن رحمة لتعويض غياب يوسف بليلي، خاصة وأنه تم مشاهدة جمال بالماضي وهو يرى نتيجة مباراة عامرت الأخيرة خلال قرعة الشعر. صحيح بصح بن رحمة ما لعبش ديك بارتية، في ما كان يشوف، كان يشوف بلا كيف السكور، بصح ما لعبش، كان طلع شاف إلا راه روبلاصو ولا ماشي روبلاصو، هذا ما كان على تبع البارتيه ما تبعش البارتيه، شاف السكور برك، هذا كان بصح ما لعبش من رحمه. وكان الناخب الوطني جمال بالماضي قد صرح خلال ندوة الصحفيه الاخيره وين قال لهم اتمنى ان يبقى بليلي مع بريست ويقوم بالتضحيه لفرض نفسه في العالم الاحتراف، لا انا يعني لا يرحل عن فريقي حاليا باعتبار ان سوق التحويلات مغلقه، وسيبقى النجم الجزائري يوسف بليلي من دون فريق، وان انطلاق يعني حتى الانطلاق الانتقالات الشتوية القادمة، اي انه سيبقى مدة 3 أشهر من دون منافسة، وهو ما يؤكد انه لن يتواجد في تربص نوفمبر القادم الشهر الجاي. بصح احنا مزية على بالك كوزا ماك صرات له، هو غير من الدعوة راه ينكشف الدروك صايك انكشفت، وما هو زعما كم الناس ساكته ولا يعيط له يلعبها نورمال، يديرلو اشهار نورمال، تسويق نورمال عادي كيما دارها له التاليه، كان عارف بلي مطردين ودارلو التسويق تاعو، راه يسال خرج على رانا نشوفو بلي انا منين يقول لك بلي عوده بالرحمه، بالرحمه غادي نشوفو بالرحمه لا يلعب ولا ما يلعبش، انا ماذا بيا بالرحمه يلعب، ماذا بينا بالرحمة يلعب، بالرحمة نورمالمون كو عيط له التالية لعب وماركا ولعب لعب بصح شوف مين بالرحمة راه رو بلاصو راه يشوف فيه راه يتفرج فيه، ما عصيناش حنا تفرج ما عرفتش تنقل في الخطة ولا تشوف اللاعب كي راه قاعد في لورو بلاصو ولا ما فهمناش، أنا نقولها لك ونعاود لك نورمالمون 2019 بعد كأس إفريقيا لعبت لهنا مباراة كيما حفلة تاع كونت البنين، ربحنا 1-0 ماركا بيناتي الأخرى كيسموه سليماني ماركا بيناتي، نورمالمون فماك وقلت لهم جماعة أي خلوا الشعب يصفق عليكم تبقاو على خير، أنا غادي نشد فلان فلان فلان، أي تربحوا نتوما نورمالمون فماك، ونورمالمون نتايا النهار اللي خسرت مع الكاميرون قلت لهم تربحوا أي تا ما زلت وما زلت شاد لنا اللعابه اللي ما راهم يقدموا والو، ومي قالوا له قلت لنا اللاج يا ودي انا ماشي قضيه تاع اللاج، واللي عنده 30 كان اللي عنده 49 كان اللي عنده 40 عام لعب، كان اللي لحق 40 عام يلعب بصح طوب نيفو يلعب مليح، بصح نتايا هذو صحاب 30 عام وصحاب 29 عام كاين لعابه اللي راهم موليين المستوى، احنا رانا نقول لك المستوى تاعهم ولا رجع، مش انا نقول لك كبار كوغي كبار وراك رايح بيهم زعما منا بالك، انا نقول بلي هاد اللعابه المستوى تاعهم رجع، انت لازم تفهمها هذه، هذه لازم تفهمها الشيخ، بقات عندك دروك عرفت علاه، نبقى نقول لكم ونعاودوا ما ناش في الطريق الصحيح خويا، ما راكش في الطريق الصحيح، راكش في الطريق الصحيح، راك اي جخلاطة، تسمع جخلاطة اي جخلاطة، انا نقولها لك اي جخلاطة، لازم لك تعاود تشوف، لازم تعاود تشوف مليح، لازم هذه هي. ما تنساو جماعة عطونا جيم كومنتير
وبارطاجونا لي فيديو باش دايما معاكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم خوتي، سعيدكم.